سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أعزائنا المشاهدين أينما كنتم أهلا بكم نشرة إخبارية مفصلة من تلفزيون جيبوتي نستهلها بأبرز العناوين. تدشين مركز لإيواء الأطفال البسطاء والأكثر احتياجا والذين هم بلا مأوى. بلجيكا تعيد بقايا باتريس لومومبا إلى عائلتي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي، أهلا بكم. دشن معالي رئيس الوزراء سيد عبد القادر كامل محمد صباح اليوم مركزا لإيواء الأطفال البسطاء وذوي الاحتياج والأكثر احتياجا والذين هم بدون مأوى، وذلك برفقة وزيرة المرأة والأسرة سيدة منى عثمان آدم وممثلة المنظمة الدولية للهجرة في جيبوتي. ويتمتع هذا المركز بقدرة استيعابية تصل حوالي إلى إيواء 30 طفلا، كما أن هذا المركز مخصص لتوفير أماكن إقامة مؤقتة للأطفال وتقديم دعم نفسي ودعم طبي للأطفال الذين سيحتضنهم هذا المركز. ستقوم الدولة لمساعدة هؤلاء الأطفال في فترة ما قبل المراهقة بمهمة بحياة الأطفال وتغذيتهم وتنمية القدرات البدنية والمعرفية، والهدف النهائي من وراء هذا الهيكل هو توفير رعاية مخصصة لهؤلاء الأطفال لإعادة تأهيلهم الاجتماعي وكذلك إعادتهم إلى الوضع الذي يلبي متطلباتهم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المركز هو ثمرة تعاون مستمر بين الدولة ممثلة بوزارة المرأة والأسرة المسؤولة عن المركز والمنظمة الدولية للهجرة كشريك تقني وسفارة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت التمويل لإنشاء وتشغيل هذا المركز. ويعد هذا الهيكل دليلا واضحا للأهمية التي توليها الحكومة من خلال تجميع الموارد اللازمة، وإن إنشاء هذا المركز يستهدف بالدرجة الأولى إلى مساعدة السكان الضعفاء. أطلق معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهنية سيد مصطفى محمد محمود رسميا ورش عمل تشاورية على المستوى المحلي حول التحويل التعليمي إلى التعليم الرقمي. وأقيم حفل افتتاح في قصر الشعب بحضور ممثلة اليونيسيف سيدة مالفا جونسون والبرلمانيين، إضافة إلى المجتمع التربوي. هذا وقدم أمين عام الوزارة سيد محمد عبد الله مهيوب عرضا موجزا عن ورش العمل الوطنية حول مشروع التحول في التعليم، حيث أشار إلى أن السياق الدولي وتحديات التعليم العالمي على وجه الخصوص أدت إلى إقامة هذا المنتدى. ثم أشار إلى أن جائحة كوفيد-19 الذي عاق إلى حد كبير أنظمة التعليم العالمية والتحديات الرئيسية تم وضع أنظمة التعليم على مفترق الطرق. ووضح أيضا أن المجتمع الدولي قرر بتنظيم قمة عالمية حول تحول التعليم التي ستعقد في نيويورك في سبتمبر لعام الحالي 2022، وتهدف هذه القمة إلى وضع التعليم على رأس جدول الأعمال السياسي العالمي ورفع الوعي العام لدى المجتمعات. وسيتم تنظيم اجتماع سابق للقمة في باريس في نهاية يونيو الجاري لتوحيد نتائج المشاورات الوطنية لمناقشة الاستنتاجات المستخلصة من مراجعة وتنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للشؤون التعليمية. في نهاية الكلمات الرسمية، بدأ العمل في ورشة عمل بمشاركة واسعة من الفاعلين في المجال التعليمي والمرافق التعليمية المعنية. وفي كلمة لممثلة اليونيسيف في جيبوتي السيدة مالفا جونسون، أشارت إلى أهمية هذه الورشة لتبادل الرؤى والأفكار بشأن التحول التعليمي للأفضل. وقالت الممثلة مالفا جونسون إن القمة حول تحول التعليم تهدف بالدرجة الأولى إلى تجديد الالتزام العالمي بالتعليم وتحويله إلى التعليم الرقمي، ونسعى إلى حشد الطموح والعمل والحلول والتضامن للجميع من أجل تحقيق الهدف المتمثل والمندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، وهو هدف ترقية التعليم بحلول عام 2030. ويتطلب تحقيق هذا الهدف إجراء حوارات ومشاورات شاملة تهدف إلى ترقية التعليم لدى الشباب والطلاب وكذلك المعلمين، واتخاذ جميع التدابير بشكل جماعي.
وفي كلمة له في هذه المناسبة أشار معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهنية سيد مصطفى محمد محمود إلى أن ورش العمل لن تحدد الإجراءات التي سيتم تنفيذها في الأشهر والسنوات القادمة فحسب، بل ستؤدي أيضا إلى إظهار التزام قوي على أعلى مستوى في الدولة وأكثر من ذي قبل. وقال وزير التربية الوطنية والتكوين المهنية سيد مصطفى محمد محمود في كلمته إن مشاركة جميع الجهات المعنية في التعليم ستكون مؤثرة، وسيكون هناك خلق ديناميكية جديدة في المدارس وفي العملية التعليمية ناتجة عن إجماع واسع تستند إلى مبادئ ورؤية ورؤى مشتركة للمستقبل الذي نرقب في تقديمه لتعليمنا. عقب الكلمات الرسمية التي ألقيت خلال هذه المناسبة، تم إطلاق ورش عمل تشاورية حول التحول التعليمي إلى المجال الأفضل وإلى المجال الرقمي، حيث بدأت فعاليات هذه الورشة بقيادة كوادر رافعة المستوى من الوزارة. وتطرق المشاركون خلال هذه الورشة الأهداف المرجوة بتحقيقها، والتي منها إيجاد رؤية وإدارة مشتركة بين مختلف الجهات الفاعلة بهدف تحويل التعليم بحلول عام 2030 إلى تعليم أفضل ورقمي، وكذلك إحداث تغييرات في المجال التعليمي. وأشاروا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه السياسات في السنوات القادمة، وتجد الإشارة إلى أنه تم تشكيل 5 مجموعات للتفكر والتأمل حول موضوعات الورشة، والتي منها ترقية نظام التعليم بعد تعطله بسبب فيروس كورونا، وتحديد التحولات الاستراتيجية الرئيسية والدوافع الرئيسية لإعادة تطوير التعليم للقرن 11، وتسريع التقدم نحو الأهداف التربوية المشتركة. ولمزيد من التوضيحات حول هذا الموضوع المتعلق بمشروع التحول التعليمي، تابعوا معنا هذه المقابلة التي أجريناها مع أحد المفتشين التربويين في الرياضيات لدى الوزارة، وهو السيد والأستاذ عبدو سعيد عبدو. ومحتويات تعليمية لجميع التلاميذ في جميع المستويات. وأيضا هناك هذه التشاورات الوطنية فرضت الدول التشاورية فرضت نفسها، حيث قررت اليونيسيف وضع قمة عالمية تناقش هذا الموضوع في سبتمبر 2022 بشكل مكثف. نعم، وهذا سيمثله فخامة الرئيس عندما يذهب إلى هناك. هذا الاجتماع يعني يجمع عديد من الجهات المختلفة مثل ما تفضلتم ذكرتم الشباب أيضا، ومن خلال هذه التشاورات سيكون هناك وجهات واضحة نذهب بها إلى من خلال فخامة الرئيس إلى نيويورك، حتى نطرح التزامنا وتضامننا مع لوضع التلاميذ من حالة إلى حالة أحسن للتحول. نتكلم عن تحويل التعليمي. نعم، تناقشه من هنا ومن ثم لما يتوجه هنا يعطى منظومة كاملة وتشاورية حول هذا المشروع التحويلي. المشروع نلتزم به. نعم. هناك التزام. ونطبق على أرض الواقع. نعم. ما هي يعني أهداف هذه المشاورات الوطنية على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي؟ تحسين مستوى التلاميذ في الدراسة. نعم. المستوى المعلمي كذلك. التعليم والمدرسين في جميع المستويات. نعم. لأن هناك الآن التعليم في الشكل السابق كان مختلف. والآن هناك يعني بدائي تقنية. والآن لدينا تقنيات رقمية موجودة. وهناك مثلا تعليم اللغات تكثف. وتعليم الرياضيات وتعليم الحاسوب وتعليم هناك تطورت أشياء كثيرة تطورت. لا نستطيع أن نبقى في نفس المستوى الذي كنا عليه سابقا. التدريس التقليدي. هناك تحديات كثيرة. فلا بد أن نتعقلم هذه التحديات. نستفيد من التكنولوجيا. لا بد، حتى التكنولوجيا بدأناها حتى في السابق يعني. هي تفرض نفسها. فرضت نفسها وما تأخرنا عنها يعني. الحمد لله. نحن مع الجيل. من الجيل الرقمي حتى كانت هناك أول تشاورات في 2016 عبر الكولوك. يعني هذه ليست جديدة بالنسبة لنا. هذه تشاورات نصفية قبل 2030. يعني كانت هناك تمهيدية. كانت تشاورات في 2015. والآن نحن في 2022 يعني في منتصف المسافة. وحتى نصل إلى الأهداف التي وضعتها الدكاترة في 2030.
التي يعني تتسادف تحسين نعم مفهوم التعليم عند التلاميذ عند الطلبة حتى يتعلموا كانوا أولاد أو بنات يعني بشكل عام نعم تحسين وتكتيف المهارات في الكفاءات حتى يتمكنوا من استفادة القصوى بالثورة الرقمية. نعم هذه تحديات صعبة ليست سهلة يعني هناك عقبات أيضا ولكن هذه المشاورة الجارية الآن ستتطور من ما نحن فيه الآن يعني. نعم وستسهل حتى العقبات. هناك يعني ورش عمل يعني أفكار للموضوع من خلال التلاميذ نعم. يعني الشباب الآن يساهم أيوة. ومشارك ومشارك فعال. نعم مشارك فعال نعم. وأكيد لا نستبعد هذا نعم. أن لديهم أفكار يعني جديدة ربما ومفيدة ستساعد الجميع صحيح. شكرا لك شكرا لكم التربوي في ريادات عبد السيد عبد راعى معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السيد مؤمن حسن بري اليوم الاثنين حفل تخريج طلاب وطالبات معهد الإمام الشافعي لتأهيل الحفاظ. وجلت مراسم الحفل بحضور الأمين التنفيذي للمجلس الأعلى الإسلامي في الوزارة الشيخ عكي قورح فاتح ومدير معهد الإمام الشافعي لتأهيل الحفاظ ومدير قسم تعليم القرآن السيد محمود أبسية. كما شارك في المناسبة كبار مسؤولي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والعشرات من الأئمة والدعاة إضافة إلى ممثلين لمراكز تحفيظ القرآن الكريم في جهة العاصمة. وفي غضون الحفل استمع الحضور إلى النماذج من تلاوات الحفاظ المتخرجين بروايات ورش عن نافع ورواية شعبة عن عاصم ورواية حفص عن عاصم والتي قدمها الطلاب الخريجون الذين تسلموا شهادات التخرج والإجازة من قبل المسؤولين المشاركين وعلى رأسهم وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السيد مؤمن حسن بري. كما شارك في هذه المناسبة الطلاب الدارسون في معهد إمام الشافعي لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع. قدم معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف ووزع بالشهادات للحفاظ المتخرجين من هذا المعهد معهد إمام الشافعي لتحفيظ القرآن الكريم. يضيب لي شرفا أن نتوجه بالشكر الجزيل لمعالي وزير الشؤون الإسلامية على تشريفه لنا واستجابته دعوة للمشاركة في هذا الحفل القرآن الكريم. معالي الوزير، إن العناية بالقرآن الكريم والاشتغال به وخدمته وسعيه إلى إيصال رسالة العالم من أجل الأعمال والقربات التي يتقرب بها العبد إلى رب السماوات والأرض، وهي من أفضل الطاعات التي ينفق بها المسلم سبيلها أعمار والأوقات ويبذل من أجلها كل غال ونفيس. فقد اعتنى المسلمون في فجر منذ فجر التاريخ وانبثاق النور الوحي الإلهي على ربوع العالم بالقرآن الكريم عناية الكبرى شملت جميع النواحيه وأحاطت بكل ما يتصل به من علوم ومعارف. من جانبه شدد معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السيد مؤمن حسن بري على الأهمية التي توليها الوزارة للإشراف على تعليم القرآن الكريم للأجيال المتلاحقة. نتابع. أهمية بمكان أن نعمل على تطوير هذه المناهج التي دونها علماؤنا الأفاضل لخدمة القرآن الكريم، ونحن سعداء لحضور هذا الحفل الاختتامي لطلبة معهد الإمام الشافعي لتأهيل الحفاظ وتكريم المجازين والمجازات في حفظ منظومة متن الأطفال. وقد تم تطوير هذه المناهج التعليمية والتربوية لتسهيل عملية استيعاب وفهم علوم القرآن التي أبدع فيها علماؤنا الشافعية وغيرهم من علماء أهل السنة الذين ساهموا في تطوير وحفظ هذه العلوم. وقديما قيل: من حفظ المتون
حاز الفنون. تعمل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف على تنظيم هذه الأنشطة العلمية والفعاليات لتربية أبنائنا على القيم والمبادئ القرآنية والآداب النبوية الشريفة التي تساهم في تعزيز الفهم الصحيح لدى شبابنا وتحسينهم ووقايتهم من الانجرار وراء التيارات والحركات التي تتنكر لتراثنا الإسلامي وتريد أن تحدث في الدين ما أنكره السلف الصالح وحذروا منه. ونحن ندعم هذه المناشد التي تنهل من تقاليدنا وأعرافنا والتي تساهم في حفظ هويتنا وأصالتنا وتمسكنا بالمقاصد السامية للدين ومقاصده الكبرى. وبفضل هذا الفهم الحكيم استطاعت بلادنا تجاوز الخلافات والاختلافات والتمسك بالأخوة الإسلامية الجامعة للشعب الجيبوتي التي تقوي الوئام والتمسك الوطني الذي هو هدف جوهري في السياسة التي أرساها فخامة الرئيس الجمهورية حفظه الله. رعى معالي وزير البيئة والتنمية المستدامة السيد محمد عبد القادر الموسى صباح اليوم رعى برفقة الوزير المكلف بالأمن المركزي السيد قاسم أنور علي رعى صباح اليوم حفلا مكرسا لتسليم كمية كبيرة من المعدات والمعدات من المواد والمعدات المخصصة للنظافة ولتزيين المدينة وذلك لصالح عمدة مدينة جيبوتي السيد سعيد داود محمد. وجرى هذا الحديث في مقر وزارة البيئة والتنمية المستدامة. والجدير بالذكر أن هذه المبادرة بدأت من قبل عمدة مدينة جيبوتي في إطار الاستعدادات الإجارية للاحتفال بالذكرى السنوية 45 لاستقلال بلدنا، وهي مبادرة سميت بمبادرة صفر نفايات في جيبوتي العاصمة والمحافظات، وذلك لجعل النظافة أسلوبا مستداما في حياتنا كذلك ونكون أكثر صداقة للبيئة. ويأتي هذا العمل في إطار الشراكة القائمة بين وزارة البيئة والتنمية المستدامة ورئيس عمدة مدينة جيبوتي، وتهدف الدفع من المواد والمعدات إلى تحسين نظافة مدينة جيبوتي وكذلك تعزيز أنشطة حماية البيئة. أشيد هذه المناسبة ومشاركة الأمين العام بالإنعام في وزارة البيئة سيد آدم علمي ورئيس بلدية بلبلة إضافة إلى عدد من المسؤولين والمنتخبين المحليين. هذا وعلق عمدة مدينة جيبوتي السيد سعيد داود محمد على هذه اللفتة السقية في مقابلة أجراها مع تلفزيون الوطن التابع. من أعضاء الحكومة أول عضو من حكومة جيبوتي لمحاربة القمامات أيوة. لأجل ذلك اليوم استلمنا معدات لتنظيف العاصمة وهي مكونة من بعض الآليات لتنظيف العاصمة، ولأجل ذلك وبمناسبة هذه نحيي وزير البيئة لتكون العاصمة حقنا عاصمة خالية من القمامات. قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الوطنية الفريق الركن زكريا الشيخ إبراهيم صباح اليوم الاثنين بزيارة إلى ساحة العروض العسكرية ببلدية بلبلة لمتابعة التدريبات الثانية والتحضيرات الجارية لاستعداد العروض العسكرية التي ستجري في 27 من يونيو في البلاد وتحديدا في ساحة تورابورا. وفي غضون هذه الزيارة التفقدية تفقد رئيس أركان الجيش الفريق الركن زكريا الشيخ إبراهيم وحدات المشاة المتواجدة في الموقع في ساحة تورابورا في ظل استمرار الاستعدادات الجارية على قدم وسعى للاحتفال بذكرى 45 للاستقلال البلاد المجيدة. ويتضم هذه الوحدات على وجه الخصوص منتصبي القوات المسلحة الجيبوتية من قبيل كتيبة المقر العامة. في إطار المهرجانات والفعاليات
المكرسة للاحتفال بالذكرى 45 للاستقلال الوطني المجيد. نظمت وزارة الشباب والثقافة أمسيات ثقافية وغنائية في عدد من مراكز التنمية المجتمعية في بلدات العاصمة وتحديدا في الحي الرابع. نطابع في سياق متصل. نظمت وزارة الشباب والثقافة في حي شيخ موسى فعاليات ومهرجانات مكرسة للاحتفال بذكرى 45 للاستقلال الوطني المجيد. إلى فندق شيراتون، حيث احتضن فندق شيراتون صباح اليوم مناسبة مكرسة لافتتاح ورش عمل توعوية وتدريبية حول عمليات الضمان الجمركي لصالح منظمة كوميزا. بعد توقيع المرسوم للضمان الجمركي في 26 من شهر يوليو للعام الماضي وإنشاء الضامن الوطني لجيبوتي، بدأت أمانة الكوميزا بالتعاون مع مديرية الاقتصاد والمديرية العامة للجمارك في تكوين وتركيب نظام إيديس وتفاعله مع نظام كمبيوتر سيدونيا العالمي الجمركي. وسيقوم خبراء الكوميزا خلال 5 أيام التي ستستمر فيها هذه الدورة بتقديم إيضاحات حول تشغيل وفوائد السندات الجمركية للتجارة عبر الحدود. في عام 2006 صادقت بلادنا على الضمان الجمركي لكوميزا بموجب القانون رقم 159. وفي كلمة له في هذه المناسبة أشار أمين عام وزارة المالية السيد عبد الرزاق أحمد إدريس، أشار إلى أهمية هذه المناسبة حول هذه الورشة لضمان الجمركي للكوميزا، وأشار إلى أن بلادنا صادقت في عام 2006 على الضمان الجمركي بموجب القانون رقم 159 والذي يسادف على اتفاقيات سندات الضمان لحركة المرور العابر ومثل تأمين الإقليمي على السيارات لكوميزا والبطاقة الصفراء. وأشار إلى أن بلدان الأعضاء في كوميزا تقوم بتنفيذ نظام ضمان العبور الإقليمي منذ عام 2012 والذي يوفر تغطية للرسوم الجمركية من بلد الدخول للبضائع إلى بلد الوجهة النهائية من أجل التوفيق بين تسهيل التجارة الإقليمية وحماية المصالح الاقتصادية للدول. سجلت الأرصاد الجوية توقعات الطقس الوطني التي وصلت إلى 43 درجة. خلال هذه الفترة تكون درجة الحرارة هي الأعلى ويمكن أن تصل إلى أكثر من 45 درجة. وتنصح الأرصاد الجوية سكان جيبوتي بحماية أنفسهم وشرب الكثير من الماء خلال فترة الخمسين عندما ترتفع درجة الحرارة التي تكون الرياح جافة وحارة. وأشار إلى أن كبار السن يجب أن يكونوا يقظين للغاية لتجنب التعرض للحرارة والشمس، ويجب على الأشخاص الذين يعملون في البحر وفي الخارج أن يكونوا يقظين أيضا لتجنب الرياح القوية وحروق الشمس. كما يجب على سائقي السيارات توخي الحذر بشأن انخفاض رؤية الطريق عندما تهب الرياح بقوة وأيضا تحمل معها الغبار. كما أنه خلال فترة الخمسين يكون خطر نشوب حريق في الأحياء هو الواقع.
ولذلك من المهم اتخاذ الاحتياطات المعمولة بها في مواجهة الكثيرين من السكان في مشكلات الطرقات، وكذلك في التركيز على رؤية أمامهم. إلى منطقة علي صبيح، بقيادة المدير الجديد للوكالة الوطنية لترقية الرياضة، توجه وفد رفيع المستوى إلى محافظة علي صبيح بقية إجراء زيارات للمواقع الرياضية وأجرى لقاء مع سلطات محافظة علي صبيح. وضم الوفد أيضا الأمينة العامة لدى أمانة الدولة المكلفة بالرياضة سيدة خديجة إبراهيم إدريس وكوادر من أمانة الدولة المكلفة بالرياضة. هذا وصول الوفد لدى وصوله إلى محافظة علي صبيح من قبل نائب الحاكم ورئيس مجلس الإقليمي إلى جانب مسؤولي الإقليم. هذا وقام الوفد بزيارة إلى العديد من المواقع من بينها المجمع الرياضي والمركز الرياضي الرفيع ومركز الدراسات الرياضية في هذه المحافظة. وكان الهدف من هذه الزيارة الاستماع عن قرب إلى مدراء الهياكل الرياضية وتطرق حصول الكفيلة لتعزيز هذه البنية التحتية وتلقي ظروف العاملين فيها، بالإضافة إلى تطوير الرياضة في المحافظات وتحديدا في محافظة عسجوك. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة ستليها زيارات سلسلة من الزيارات التي سيقوم بها أيضا مدير قسم ترقية الرياضة لدى أمانة الدولة المكلفة بالرياضة، وذلك للمناطق والمحافظات الداخلية. وشملت هذه الزيارة كافة المواقع والمراكز الرياضية الكائنة في محافظة علي صبيح، وتلقى معلومات مفصلة من قبل رئيس المجلس الإقليمي في هذه المنطقة. وعلق مدير ترقية الرياضة لدى أمانة الدولة المكلفة بالرياضة على هذه الزيارة وقال: نحن نتواجد اليوم في إقليم علي صبيح وخاصة في مركز التدريب الرياضيين مع وفد من وزارة الرياضة وعلى رأسهم الأمينة العامة، وقد حظينا ترحيبا حارا من قبل مسؤولي علي صبيح وعلى رأسهم الوالي ورئيس المجلس الإقليمي. وأتوجه بجزيل الشكر إلى معالي أمين الرياضة السيد حسن محمد كامل الذي عينني لأن أكون مديرا لقسم ترقية الرياضة أمثال ملعب الجوليد والمسبح وملعب بلبلة، وأطمن الجهود والاهتمام الذي يولي معالي وزير الرياضة لترقية الرياضة في بلدنا وتعزيز اللاعبين لكي يتمكنوا بالمشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية. وأخيرا إلى بلدية راس ديكا، حيث نظمت جمعية الشباب المتحد عمليات واسعة النطاق لتنظيف الطرقات والشوارع الكائنة في هذه البلدية. وتهدف هذه العمليات التنظيفية إلى تشجيع الشباب للحفاظ على بيئة على نظافة البيئة والوحدة من أجل استمرار تنمية هذه البلدية. وجرت هذه المناسبة بمشاركة العديد من مسؤولي بلدية راس ديكا وكذلك مسؤولي جمعية الشباب المتحد وغير قابلة للتجزئة. من الساحة الوطنية إلى الساحة الدولية، قدم رئيس مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي فيدريك فان ليو يوم أمس في بروكسل عائلة باتريس لومونبا صندوقا يحتوي على سن البطل الكونغولي الذي اغتيل عام 1961 خلال حفل بث على الهواء مباشرة على شاشة تلفزيون. وكان يواجه عشرات من أفراد عائلة لومونبا تحت الميداليات الذهبية لقصر إيمونك في بروكسل أمس كأحد الأبناء بالصندوق دون أن يتكلم. وكان من المقرر إقامة حفل رسمي برئاسة رئيس الوزراء البلجيكي والكونغولي بعد الجزء الحميمي والخاص من التعويض. إلى هنا أعزائي المشاهدين تنتهي نشرتنا الإخبارية، نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.